هو تاريخيا المهنة كانت دائما فيها انتماءات سياسية مختلفة من جميع المشاريب من جميع انتماءات سياسية يعني باختلافها، وما عمرها ما كان عندها تأثير بشكل بهذا الشكل السلبي اللي مقصود هو أنه كاين تأثير أو هناك تسييس للمشهد المهني، وإنما هناك انتماءات سياسية من مشاريب مختلفة سواء يعني مثلا يسارية أو غير يسارية، المهم أن كاين انتماءات مختلفة واللي يمكن من حقها أنها تعبر على رأيها تعبر على مواقفها، ولكن الكل تحت الغطاء اللي أساسي والمظلة اللي هي المظلة المهنية. واليوم المعركة ديال اليوم هي معركة مهنية بامتياز، هي معركة ديال المحامين، ومهما قيل أو بدا من الشعارات فأكيد أن الشعارات تعبر على آراء يعني أصحابها، واللي هي آراء ما كتختلفش حتى مهنيا. يمكن أن يكون السقف مرتفع وهذا طبيعي في كل احتجاج أن السقف كيرتفع إلى الحد اللي كنطمحوا ليه أنه تغيير القضاء على الفساد والاستبداد، الفساد اللي إحنا كمحامين كنلمسوه بشكل قوي وكنعيشوه بشكل قوي من خلال المهنة ديالنا، من خلال احتكاكنا بالمحاكم، من خلال تعاملنا مع كل المؤسسات كنعرفوا بأن هناك فساد كبير في الدولة، وهناك استبداد اللي هو واضح من خلال الخرق جميع الحقوق والحريات ديال المواطنين، والمحامي هو في طليعة من يدافع على حقوق الإنسان، منها من الحق في الحرية، الحق في التعبير، الحق في التظاهر السلمي، الحق في الاحتجاج، وبالتالي طبيعي أن يكون سقف المحامي مرتفع. أكيد أكيد أنه فعلا المهنة عرفت عصرا ذهبيا ملي كان يعني في الرؤساء ديال الجمعية وأيضا النقباء هم كانوا عندهم انتماءات سياسية كالاتحاد الاشتراكي كحزب الطليعة الاشتراكي، وكانت مهنة قوية جدا وكانت عصية على المخزن وما كانش ممكن النفاذ إليها أو البلوغ إليها، ولكن للأسف راه تراجع اللي هو كاين بشكل عام، كاين تراجع على مستوى تراجع يعني من خلال التنظيمات السياسية، اللي تراجع اللي عرفوا الشعب المغربي كامل بعدم ثقته في الأحزاب السياسية، بعدم ثقته في المشهد السياسي، هذا راه مس أيضا حتى المحامين، وهذاك التراجع اللي هو المخزن اللي كان له الدور واليد الأساسية باش يبين بأن لا أحزاب سياسية ولا تنظيمات اللي ممكن أن تتحكم في أي شيء، وإنما هو المتحكم الأساس. إذا كان القصد هو أنه إضعاف هذا المشهد، وفعلا هو ضعف، ومن اللي ضعف ضعفنا حتى كمحامين، لأنه ملي كانت انتماءاتنا السياسية قوية كنا قويين كمحامين، واليوم احنا قويين بانتماءاتنا أو بغير انتماءاتنا.